قرض أليكس ده للسنة الخامسة، إن أنا أكون موجود في قرض أليكس. قرض أليكس مؤتمر كبير قوي طبعا برعاية دكتور محمد صبحي والقرض أليكس ممبر بورد طبعا. أنا هختصر بس قرض أليكس بكلمة صغيرة كده، إن قرض أليكس المكان اللي دريمز كم ترو، وده يمكن كل سنة بتأكد إن كل سنة كل حاجة جديدة بتبقى موجودة في المؤتمر، وكل حتى سواء بالنسبة للصغير الشباب الصغيرين زينا أو حتى الأساتذة بتلاقي في أبديت الأول بأول. النقطة التانية أحب أشكر أيكم طبعا، كل سنة بتثبت إن هي كفيلة وجديرة بتنظيم الرائع لقرض أليكس، وإن شاء الله تشوف السنة الجاية في قرض أليكس إن شاء الله، أو أتمنى أكون أنا موجود السنة الجاية في قرض أليكس إن شاء الله كمان في السيليك.